مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز أهم العناوين. مجلس النواب يعقد جلسة عامة لمناقشة السياسة العامة للحكومة. تقرير أممي يطلق الإنذار الأخير جراء عواقب التغير المناخي. أهلا بكم. افتتحت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء دورتها الاعتيادية الأولى في الهيئة التشريعية التاسعة لعام 2023، والتي كرست لمناقشة السياسة العامة للحكومة، وذلك برئاسة رئيسها الجديد السيد دليتا محمد دليتا، وبحضور معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان وسفراء الدول الشقيقة وصديقة وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد. وبهذه المناسبة ألقى رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد كلمة تناول فيها الخطوط العريضة لسياسة العامة للحكومة الرامية إلى النهوض بالبلاد وتحقيق تنمية شاملة تطال المجالات المختلفة. واستهل رئيس الوزراء كلمته بالقول في البداية: أقدم التهاني لرئيس مجلس النواب الجديد صاحب الخبرة دليتا محمد دليتا والنواب الجدد على انتخابهم والتزامهم بواجباتهم من خلال الحملة الانتخابية السابقة، كما رفع التهاني الحارة لجميع المواطنين الجيبوتيين على نجل المثالي الذي أظهره في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت البلاد. وكرست هذه الدورة الاعتيادية الأولى للبرلمان الجيبوتي 2023 مناقشة السياسة العامة للحكومة الجيبوتية. وشارك في هذه المناسبة شخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى. بدوره رحب معالي رئيس الجمعية الوطنية خلال كلمة ألقاها في المناسبة بالنواب الجدد في افتتاح الدورة الاعتيادية الأولى للسنة البرلمانية 2023. رئيس مجلس النواب السيد دليتا محمد دليتا ألقى كلمة أعرب فيها عن ارتياحه للمشاركة في الدورة الافتتاحية للبرلمان لعام 2023. نتابع. إنه لشرف لي أن أكون معكم اليوم بمناسبة افتتاح هذه الدورة العادية الجديدة والأولى للهيئة التشريعية التاسعة للبرلمان، وفي هذه المناسبة أسمح لي مرة أخرى أن أرحب بجميع الشخصيات البارزة الحاضرة هنا، وكذلك زملائي وجميع الأعضاء المنتخبين حديثا في هذه الجمعية. أستغل هذا المنتدى ليجدد شكري لرئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي على ثقته ودعمه لترشحي لمنصب رئيس الجمعية الوطنية. والافتتاح الأول للدورة لابد لي من أن أذكر وظيفة رئيس الجمعية، لأنه يقع على عاتقي مسؤولية، وأن أكون رجلا يشارك أعضاء الأحزاب السياسية ويؤمن بسياسة برلمانية عميقة ومثمرة تعطي معنى لسياستنا والالتزام لخلق روابط وجسور بيننا نحن البرلمانيين والناخبين الذين وضعونا في دائرة الضوء وأعضاء الحكومة. إنها مسألة العمل في الخط الصحيح من التقاليد البرلمانية، أي في استمرار الإنجازات في ظل رئاسة سلفي، لكن الأمر يتطلب أيضا بإعطاء عمل جديد لهذه الدورة من خلال إجراء التغييرات اللازمة من أجل تعزيز الإنجازات بنهج تحولي للممارسات. هذا الافتتاح الأول للدورة العادية هو أكثر أهمية من أي وقت مضى من نواح عدة لمؤسستنا وللمجلس التشريعي التاسع الذي أُحد إلي برئاسته للجمعية
الجامعية. إنها لحظة مهمة أولا وقبل كل شيء، لأنها تأتي ضمن مسيرة سياسية كرئيس وزراء سابق وتحت قيادة الرئيس جيلي، وتجربتي كمبعوث خاص للاتحاد الإفريقي. إنها مرحلة جديدة تبدأ للتو، فإن هذه الجلسة الأولى من الدورة التاسعة للهيئة التشريعية مهمة بالنسبة لي، أن أؤكد ذلك من أجل التحرك نحو العمل البرلماني الذي سيعزز التكافؤ بين الجميع كضمان للتقدم مع تثمين جميع المواهب. هذه الجلسة الافتتاحية الأولى للهيئة التشريعية التاسعة هي بالنسبة لي ولكم كما آمل لحظة مميزة تعكس الفضائل والقيم الأساسية الغالية في حياتنا البرلمانية. وأشيد في كلمتي بالقيم والهدف التنموية التي نسعى إلى تحقيقها والتي تتميز بها بلادنا، بالإضافة إلى ذلك تبادلاتنا الداخلية وعملنا البرلماني وقدرتنا على التعبير بشكل ملموس عن هذه الأهداف على أرض الواقع، وقدرتنا على التغلب على جميع التحديات. يجب علينا معا أن نأخذ في عين الاعتبار التزامنا بهذه القيم تجاه أولئك الذين تكون توقعاتهم عائلية تجاهنا، أي إخواننا المواطنين، أولئك الذين سيحكمون على فعالية وكفاءة عملنا. معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد قدم خلال لقاء السياسة العامة للحكومة مستعرضا أهم المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة لإنجاحها خلال هذا العام. اسمحوا لي قبل تقديمي لجوانب العملية للبرنامج الطموح بأن أخبركم أن النجاح سياسة الحكومة المنصبة على تنمية أعمالنا الاقتصادية والاجتماعية حقيقة معترفة بها من قبل الجميع، وهذا لا ينعكس فقط على أرقام الهيئات الوطنية المختصة، بل أيضا أشادت بها التقارير والوكالات التنمية الدولية. بفعل فقد كان المعدل الفعلي للزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 7-8% لسنوات عديدة وحتى عام 2020. كما هو معلوم فقد تحقق هذا النمو الاستثنائي بفضل عمل الحكومة وفقا لرؤية فخامة الرئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر الجيلي، الذي يعتبر أن طفرة بلادنا تكمن في مدى قدرتنا على استفادة القصوى من مقدراتنا وتحسين تيسير أعمالنا وثرواتنا، بما توفر لبلادنا قاعدة قوية وقدرات أسواق واعدة. هذا فعلا ما مكننا من مواجهة الصدمات الخارجية بين عام 2020-2022 بالنجاح. لتسدي للأزمات هذه كان رد فعل الحكومة هو نفسه دائما، وكان يتمثل في تنفيذ السبل والوسائل المتاحة لتخفيف من آثار الطقود التضخم أو النقص أو انخفاض في النشاط الفئات العاملة، ولا سيما فئات أكثر هشاشة، لأنهم هم الأول من يعاني من الأزمات وأكثرهم من يشعر بأثار الصدمات. وهكذا وخلال هذا السنين عجاف كانت سياسة الحكومة نشطة ويقظة، وتمثلت جهودها في خلق عدد معين من التدابير الوقائية هدفها من الناحية التخفيف من آثار سلبية على الدخل للأشخاص أكثر حرمانا، ومن الناحية أخرى الدعم النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق وفيما يخص الآليات التخفيف عن أثار الأزمات على الفئة أكثر فأنا أود أن أنوه أولا إلى أن جميع الإدارات الوزارية عملت بشكل مباشر أو غير مباشر في مجالات التعاون الاجتماعي، وقد تم تعبيتها لمساعدة هذه الفئات من السكان. من جهة أخرى أشار رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد إلى أن الحكومة ستدعم بقوة السياسة المتعلقة بالتنمية المحلية عبر تعزيز الابتكارات وتطوير القطاعات ذات قدرة عمالة عالية كالسياحة والتجارة. Actions de soutien économique, financier et technique aux familles
بتزامن مع هذا الإجراءات الداعمة للمالية والبنيات التحتية للأسر والشركات الصغيرة جدا في المناطق النائية من البلاد، تريد الحكومة خلق فرص استثمارية في محافظات داخلية تتمثل في تطوير الأقطاب الاقتصادية الحديثة، الهدف منها تعزيز تنمية الموارد المحلية في جميع أنحاء المحافظات. وفي مجال التنمية المحلية، ستدعم الحكومة بقوة ابتكار وتطوير قطاعات ذات قدرة عمالية عالية بتشجيعها لقطاعات عدة، السياحة والمعالجة المائية واستخراج أو استغلال الموارد تعدينية كبيرة كانت أم صغيرة، وتطوير قطاعات الإنتاج المحلي التقليدي الصغيرة. في وقت نفسه ستستمر جميع الأنشطة الإدارية التي تساهم في دعم لا مركزية، وذلك من أجل خلق فرص عمل أكبر في المحافظات. والهدف من هذه التدابير أيضا تحقيق لا مركزية الميزانية، مما سيجعل المناطق أكثر استغلالية بالتوازي. لذلك ستستمر عملية اللامركزية الإدارية حالية وسيتم تسريعها. وهكذا وبعد الانتصارات التي تحققت في مكافحة العطش والانتشار، التعليم وتوفير الصحة في جميع المحافظات وحتى في المناطق النائية من الوطن، سينصب العمل سياسة الحكومة اليوم على تنشيط التنمية الاقتصادية في المحافظات الداخلية، وذلك بتقييم الموارد المعدنية والرفع من مستوى استفادة منها وتحسين السياحة وتطوير نشاطات الطاقة الحرارية الجوفية فيها. وسيكون عدد الجيبوتيين الذين سيكونون قادرين على المشاركة في تنمية الوطن عدد الأكبر. وأقتنم هذه الفرصة لإبلاغكم أنه قد تم بالفعل إجراء استكشافات أولية لإمكانيات الموارد الطبيعية الجوفية. وفي ختام كلمته، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى دعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود والبسطاء بهدف تنمية الحضرية. Cette réduction des inégalités qui deviennent l'axe majeur de la politique gouvernementale. لقد أصبح محور التركيز الرئيسي لسياسة الحكومة يتمثل في تخليص التفاوضات الذي بكونه سيؤدي إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة وتحقيق الأمثل لاستخدام الأرضية، وسيساهم على تثبيت إدارة أكثر إنصافا للمدن والمراكز الحضرية الكبرى. وفي قطاع الإسكان، لا يزال بناء المساكن الاجتماعية لشرائح السكان ذات الدخل المنخفض أولوية بالنسبة للمشاريع التي تمولها الدولة، فالعديد من البرامج الإسكان هي فعلا قيد الإنشاء وبعض آخر قيد دراسة. وستعمل الحكومة تدريجيا على تحسين حياة السكان سواء في العاصمة أو في المراكز الحضرية الصغيرة أو في المناطق الداخلية من البلاد. ولتسهيل تخصيص الأراضي للبناء، سيتم تحديث سجلات إدارة الأراضي الحضرية ولا سيما على المستوى سجل المعلومات الأرضية المسموحة، مما سيسهل وضع إجراءات بيع لقطع أرض جديدة. وبالتالي فإن سياسة الحكومة الهادفة إلى حد من التفاوضات والمشاركة لجميع في استثمار تنمية الوطنية ستكون بمثابة ضمان للنمو المتناغم ومستدام لكل مواطنين. وستظهر آثار هذه السياسة تدريجيا في مجال التنمية الحضرية، ولن تقتصر تحسيناته على المناطق وسط المدينة، لكن ستتطرق أيضا على المناطق النائية. من خلالها ستتحسن الخدمات الحضرية في كل من أحياء الطبقة العاملة والأحياء المركزية. ومن الواضح أن هذا الدعم للأشخاص أكثر حرمانا يشمل أيضا الدعم اللازم للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة وذوي احتياجات خاصة. لقد كان الهدف الحكومة هو توفير الخدمات اللازمة بجودة عالية للحياة أفضل للجميع. سيداتي سادتي الكرام، قررت الحكومة لسنوات عديدة تطبيق السياسة الاقتصادية ومالية ليبرالية، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار والذي سيساهم بطبيعة الحال في خلق فرص العمل ويدعم التنمية ويخلق ثروة وطنية. واليوم يسق المستثمرون الأجانب كاملا في سياسة الحكومة، فهم يواصلون الاستثمار جنبا إلى جنب مع المستثمرين الوطنيين على نحو يعزز تشغيل ويعالج من الفقر. وفي الواقع فإن السياسة الاقتصادية الليبرالية هي ميزات عديدة
يبدو أن لها بعض السلبيات، فعلى سبيل المثال فهي لا تسمح لجميع السكان باستفادة بسرعة من التقدم الاقتصادي للنمو، ونتيجة لذلك فهناك خطر جدي يتمثل في إنشاء اقتصاد ذو سرعتين. استقبل معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد في مكتبه بالمجمع الوزاري صباح اليوم الثلاثاء نائب وزير النقل السعودي الدكتور رحيم محمد بن رميح، وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس الوزراء بالوفد السعودي في جيبوتي متمنيا لهم بطيب الإقامة في بلدهم الثاني، وتباحث الجانبان جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما سبل الكفيلة لتعزيز العلاقة الثنائية القائمة بين جيبوتي والمملكة العربية السعودية إلى آفاق أوسع وأرحب. وفي سياق متصل استقبل رئيس وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف يوم أمس الاثنين نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي الدكتور رحيم بن محمد الرميح، والذي يقوم بزيارة عمل إلى جيبوتي. وعقب الاستقبال عقد الطرفان اجتماعا مصغرا لبحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما في مجال النقل والخدمات اللوجستية وفرص الاستثمارات المتوفرة في جيبوتي. وجرت هذه المناسبة بحضور وزير البنى التحتية والنقل السيد حسن حمد إبراهيم ورئيس سلطة المواني والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي، بالإضافة إلى شخصيات مدنية رفيعة المستوى من بينهم سفير جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية. نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي الدكتور رحيم بن محمد الرمي أكد في كلمة له حرص المملكة العربية السعودية لتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين. أكد حرص حكومة خادم الحرمين على تعزيز التعاون بشكل أكبر مع الشقيقة جيبوتي، وذكرت معاليكم الفرص في النقل والخدمات اللوجستية، وهذا يمكن هو هدف رئيسي لهذه الزيارة التي يشاركني بها ممثلين من قطاعات النقل المختلفة. حقيقة العلاقة والعمل بين الدولتين يمتد منذ تأسيس دولة جيبوتي، ولا يعني هناك حاجة لشهادة لعمق العلاقة ولحرص الدولتين على التعاون المشترك الدائم. وهدفنا حقيقة في هذه الزيارة هو تبادل وجهات النظر وتكوين تصورات واضحة لفرص استثمارية للقطاع الخاص السعودي، ثم المضي قدما بتنفيذها. اللجنة المشتركة عملت وأنجزت أشياء كثيرة. والآن حان آذان صلاة المغرب بتوقيت جيبوتي وطواحها. أهلا من جديد. بدوره أثنى رئيس الدبلوماسية الجيبوتية السيد محمود علي يوسف آليات العمل المشتركة بين جيبوتي والمملكة العربية السعودية، داعيا في وقت ذاته المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في جيبوتي. تمن آليات العمل المشترك القائمة بين بلدينا الشقيقين من قبيل اللجنة المشتركة وآلية التشاور السياسي ومجلس الأعمال المشترك واللجنتين الأمنية والعسكرية المشتركة، كما نشيد في هذا السياق برفع اللجنة المشتركة إلى مستوى وزاري، متطلعين إلى انعقاد دورتها الخامسة المقررة في جمهورية جيبوتي، ومؤكدين في الوقت ذاته أهمية استكشاف آفاق جديدة لتحقيق تعاون أوسع وعلاقات أوثق من خلال تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وربط الموانئ وإنشاء منطقة لوجستية سعودية في المنطقة الحرة الدولية الجيبوتية
ونجدد في هذا الصدد دعوتنا للأشقاء في المملكة للمجيء إلى جيبوتي واستغلال الفرص الاستثمارية والواعدة المتوفرة فيها، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، نجدد التأكيد على اعتزازنا باعتزاز جمهورية جيبوتي بمسيرة العلاقات الراسخة والمتجذرة التي تربطها بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وما يجمعهما من مستقبل واعد ومصير مشترك. ونثمن عاليا في هذا الصدد الدور البارز الذي تقوم به المملكة تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهم الله في مجال تعزيز عملية التنمية في جمهورية جيبوتي ودفعها نحو الأمام. وفي سياق متصل، برفقة وزير البنى التحتية والتجهيزات السيد حسن محمد إبراهيم، قام نائب وزير النقل السعودي الدكتور رحيم بن محمد بجولة تفقدية لبعض المنشآت المينائية لبلادنا. ولدى وصولهم إلى المنشآت حظي الوفد السعودي باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وفي مستهل هذه الجولة، زار الوفد السعودي إلى مرفع طرار الحاويات وميناء طرار المتعدد الأغراض، حيث وقف عن كثب على الكفاءات التي اكتسبتها جيبوتي فيما يتعلق بإدارة البنى التحتية البحرية. وعقب ذلك توجه الوفد السعودي برفقة وزير النقل إلى محطة نجارد للسكك الحديدية، وكان برفقة الوفد سفير جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ومدير العام سكك الحديدية الجيبوتية. هذا وتلقى الوفد السعودي خلال هذه الزيارة أو اطلع مهام هذه المؤسسة الفتية. وعقب ذلك توجه الوفد إلى مجمع دميرتوك الصناعي، حيث كان في استقبالهم رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي وكبار معاونيه. ويحتوي مجمع دميرتوك الصناعي على رصيف بطول 655 متر، قادر على استيعاب 5 سفن للماشية، وجسر مكون من 4 أقسام بين المحطة ومنطقة الاستقبال، بالإضافة إلى مشروع يضم في المرحلة الأولى بناء 5 مستودعات تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية حوالي أكثر من 7000 متر مكعب. على هامش زيارتهم في جيبوتي، قام وفود كبار من جزر قمر ومدغشقر بزيارات ميدانية إلى عدد من المكاتب التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن. ومن بين تلك الزيارات، زار الوفد إلى مقر الاتحاد الوطني لسكك جيبوتي، خاصة فيما يتعلق بالنوافذ الاجتماعية التابعة للوزارة. وعقب ذلك توجه الوفد إلى النوافذ الموحدة والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية المعروف باسم عدد أس، وحظي الوفد باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل مدير عام الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية عدد أس. هذا وتمكنت الوفود من الوقوف عن قرب حول الأدوات والأنظمة الموضوعة لتحديد الفئات الضعيفة من أجل استفادة من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الوزارة والوكالات التابعة لها. وتجر إشارة إلى من أهم المهام المنوطة بالوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية والتي تأسست عام 2007، المساهمة في القضاء على الفقر بين الفئات الضعيفة وتقليل التفاوت بين المناطق. وعقب ذلك توجه الوفد إلى مقر النوافذ الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تابع الوفد عرضا مرئيا
يوضح مهام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل تحسين الظروف المعيشية للمعاقين. وعقب ذلك توجه الوفد إلى مقر الاتحاد الوطني للنساء الشبوتي الكائن ببلدية بلعوس. برعاية السيدة مريم محمد علي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، والسيد عثمان إبراهيم روبي وزير الميزانية، نظم في مركز قيادة ريادة الأعمال ورشة لتعميم النظام الضريبي الجديد لصالح المؤسسات الصغيرة. وشارك في أعمال هذه الورشة ممثلون من غرفة تجارة الجيبوتي وصندوق الشعبي للادخار والقروض والوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات وصندوق الضمان الجزئي للقروض والوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، إضافة إلى العديد من الشباب المغاولين. الجدير بالذكر أن هذه الورشة تهدف إلى تعميم النظام الضريبي الجديد لصالح المؤسسات الصغيرة المدرجة في القانون المالي لعام 2023، كما تهدف إلى تمهيد الطريق لإضفاء الطابع الرسمي للوكلاء الاقتصاديين الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. هذا وألقى الأمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي السيد عبد الله إبراهيم عمر كلمة أوضح فيها إلى أن الحكومة على علم بالمؤسسات الصغيرة التي تلعب دورا حاسما في اقتصاد الوطن والتي تسعى إلى تعزيز الابتكارات في هذا المجال. برعاية وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات، نظم اتحاد الصحافة الفرنسية بجيبوتي يوم أمس الاثنين في فندق شيراتون حفل توزيع جائزة الصحافة. وجرت مراسم حفل توزيع هذه الجائزة السنوية بحضور السفير الصيني المعتمد لدى بلادنا ورئيس الاتحاد إلى جانب عدد من منتصبي وسائل الإعلام الوطنية. وتم منح هذه الجائزة وكلاء كلا من الصحفي علي عبد الله وعلي أحمد وفاطمة محمود من هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني، بالإضافة إلى الصحفية السابقة السيدة حسناء مكي. وهذه الجوائز عبارة عن تذاكر سفر عبر الخطوط الجوية الجيبوتية والحاسب الآلي المحمول. وتجر إشارة إلى أن هذه الجائزة السنوية تهدف إلى تشجيع الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام على تعزيز قدراتهم وكفاءتهم في مجالات عملهم. وفي كلمة للسفير الصيني في جيبوتي أشار إلى أن هذه الجوائز تكتسي أهمية خاصة للصحفيين بهدف تعزيز مهاراتهم الصحفية. ترأس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم مناسبة مكرسة لإطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مقر رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية. وفي قضون هذه المناسبة وفي قضون إعادة ترميم المقر، تم نقل رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى نادي ضباط المعروف باسم حسن باسوما. الموقع الحفل قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية باستعراض الوحدات المختلفة التابعة لكتيبة القوات المسلحة الوطنية.
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وعقب الاستقبال تابع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق ركن زكريا الشيخ إبراهيم عرضا مرئيا يوضح أهم مراحل البناء والترميم لرئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية. وجرت هذه المناسبة بحضور رئيس أركان الدفاع وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الوطنية. هذا وتلقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة توضيحات مفصلة عبر هذا المشروع. وعقب ذلك قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية بجولة تفقدية إلى مختلف مرافق نادي ضباط القوات المسلحة المعروف باسم حسن بصومة. وفي محطة الأخيرة قام فرقة حرب العسكرية بتنشيط هذه المناسبة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين بهذا الشهر الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى إقليم أبخ في شمال البلاد، في المحطة الأخيرة من برامج الدعم الاجتماعي قام ديوان الزكاة بتوزيع حصيلة الزكاة لعام 2022 والدفعتين الثالثة والرابعة للكفالة للأيتام لعام 2022 على مستوى منطقة أبخ. وجرت مراسم حفل توزيع بحضور ممثلين للديوان والسلطات المحلية والأسر والأيتام المستفيدين من هذه البادرة الطيبة. واستفاد من الزكاة التي تم تحصيلها خلال العام المنصرم نحو 102 أسرة من العائلات الفقيرة والمسنين وذوي الدخل المحدود، فيما استفاد من الدفعتين الثالثة والرابعة من الكفالة نحو 61 يتيما ويتيمة. وشدد أيضا في كلمة له المسؤول المؤسسة أو مؤسسة ديوان الزكاة أهمية هذا المشروع دوليا. وفيما يتعلق بتغير المناخي أطلق العلماء تحذيرا أخيرا
بشأن أزمة تغير المناخ مع وصول الاحتباس الحراري إلى مرحلة تحتاج إلى التحرك العاجل والإجراءات الجذرية لتجنب الأضرار الجسيمة قبل فوات الأوان. المزيد نتابع مع حسن عبدو. أخيرا بشأن أزمة التغير المناخي مع وصول الاحتباس الحراري إلى مرحلة تحتاج إلى التحرك العاجل والإجراءات الحضرية لتجنب الأضرار الجسيمة قبل فوات الأوان. وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي في تقرير صادر يوم أمس الاثنين إن الحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية يتطلب خفضا عميقا وسريعا ومستداما لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات. وأوضح الفصل الختامي من التقرير السادس الصادر عن الهيئة ضرورة خفض انبعاثات الاحتباس الحراري بمقدار النصف تقريبا بحلول عام 2030 وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويعيش ما يقارب النصف سكان العالم في مناطق معرضة بشدة للتغير المناخي، ففي العقد الماضي كانت الوفيات الناجمة عن الفيضانات والجفاف والعواصف أعلى بمقدار 15 مرة بالمناطق المعرضة بشدة لهذا الخطر. بهذا الخبر مشاهدي الكرام وصلنا لنهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.